عارض شعر طالع موضة بقاله فترة، وتطور شكله من بسيط لمعقد شوية لأكتر يعني في تفاصيل فيه أكبر، مثلا على مرور ال6 7 شهور اللي فاتوا. أنا كنت من أول الديزاينرز المصريين اللي اشتغلوا على اكسسوارات الشعر أو رجعوها مرة تانية، لأن هي موجودة من فترات طويلة جدا، لكن يمكن دبوس الشعر أو اكسسوار الشعر ما كانش منتشر قوي مثلا الفترة اللي فاتت، واحنا ظهرناه بس بشكل مختلف. النهاردة أنا معايا اكزامبلز لديزاينز أنا اشتغلت عليها وطورتها شوية، حبيت اطور فيها فكره التياره وان البنت ممكن تخرج باكسسوار للشعر لكن شكله جريء شويه، وانا بعمل تصميمي حبيت ان البنت تلبسه ممكن بالليل تلبسه بالنهار، بس ده بيختلف على حسب ما هي بتستايل اب الجولري ديت او الديزاين ده مع لبسها وطريقه تقديمها لي. بصي انا هنا جبت لكم من حاجات اكزامبلز من الحاجات اللي انا اشتغلت عليها مؤخرا. في حاجات استوحينا فيها من تراث روماني، ودي كانت اول كولكشن احنا اشتغلنا عليها اسمها فيمينين. اشتغلنا في اللاين ده حبينا نبرز انوثة البنات وازاي هي تبان فيمينين قوي وازاي تبان جميلة وفي نفس الوقت تلبس اكسسوار لافت النظر. تمام، خليني اجربهولك. هو بيتلبس بالشكل ده، شكله بارز قوي وملفت للنظر، وطبعا البنت ممكن تلبسه وتظهر بيه لو هي عندها مناسبة سهرة، لبسة على سواري او whatever اللي هي عايزة تلبسه، لكن في نفس الوقت البنت ممكن تستغل، ودي الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها ازاي نطور الديزاين بتاعنا بحيث ان الشخص اللي هيلبسه يلبسه باكتر من طريقة. فبالتالي بقى ليه اكتر من طريقة يتلبس بيها. ممكن تلبسه في نفس الاتجاه اللي انا وريتهولك دوت، وممكن تلبسه باتجاه تاني خالص من هنا، وبيتثبت في ظهر الشعر وبيجي من جناب شعرها او من جناب وشها ويبان بالشكل ده، وهنا بيبان ابسط، وممكن هي تستايل اب التيارة مع شعرها واتيفر هي عايزة تلبسه ازاي. تمام، كمان ممكن تستخدمه زي تقل الشعر، استخدمه الطبيعي بس ده في حالة ان هي مش عايزة تظهر ملفتة قوي للنظر، مش حابه قوي تلفت الانظار ليها، وده طبعا هنقول ان هي في ايفنت بالنهار او نازله كاجوال وير او وات ايفر، ممكن تلبسه از سورتات عادي لشعرها. تمام، وهيبان برده مختلف جدا وهيبان شكله ملفت قوي للنظر برده. تمام، فهو ليه اكتر من طريقه تلبسه بيها البنت از تياره او از اكسسوار للشعر، يعني هي ممكن تلبسه باكتر من طريقه وتبين مختلفه جدا، وهي قطعه الاكسسوار اصلا ملفته جدا للنظر، فبالتالي هي مش هتحتاج تلبس عليها جولري كتير، خاصه ان هي كمان فيها فكره.